شرف لي كبير جدا أنا وزملائي أن أكون من بينكم اليوم في مدينة صراتة، هذه المدينة المجاهدة التي عرفناها واشتهرت بمعاركها وحربها ضد الخوارج. فأحييكم على مجهوداتكم التي قدمتوها دفاعا عن وطنكم وأرضكم وعرضكم. ثانيا أنقل لكم تحيات سيد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وبقية أعضاء هيئة القيادة بالكامل، ويشد على أيديكم لتحرير بقية تراب وطن ليبيا. كل يوم تشوفوا في تدخلات خارجية أتراك على أرمن على شركس على ما يسمى بعصابات من سوريا ومشاردون مدعومين من أعداء ليبيا لاحتلال ليبيا ومص خيراتها وإهانة شعبها وأهلها، وهذا عار لن نقبله أبدا. ونحن سعداء جدا بهذا اليوم ونرى هيبة المؤسسة العسكرية وهي تنتصر في كل ربوع ليبيا لتكافح الإرهاب وتبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وترجع هيبة الدولة الليبية كما كانت معززة قوية بين جميع دول العالم. اليوم ونحن نخوض معركة التحرير ضد براثن الإرهاب وضد مرتزقة أردوغان التي تحاول الوقوف ضد كرامة الشعب الليبي، ولكن هيات اليوم أبناء المؤسسة العسكرية وهم يسطرون أروع المعارك على مشارف العاصمة طرابلس ومحيطها، وبعون الله تعالى أصبح النصر بين قوسين أو أدنى. حقيقة اليوم بوجود السيد أمير المنطقة العسكرية الزاوية وهو يتفقد كل المعسكرات وكل الجهات الأمنية والمؤسسات الأمنية في المنطقة الغربية يزيدنا شرفا وعزة وشموخ، ونحن نرى أبناء المؤسسة العسكرية يرجعون هيبة الدولة بشكل واضح وكبير. ونؤكد للعالم أجمع ولكل مؤسسات العالم وكل بعثة الأمم المتحدة بأن لا خيار للشعب الليبي في هذه المعركة إلا بسط أو سيطرة المؤسسة العسكرية على كامل التراب الليبي حتى ترجع هيبة الدولة، وبعدها تنطلق كل المؤسسات الخدمية لإعادة البناء وإعادة الأعمار بعون الله تعالى، وتبدأ هيبة الدولة الليبية تحادي دول العالم أجمع.